الاتجار بالأعضاء البشرية لضحايا الحرب والانتهاكات الجنسية للأطفال المجندين في صفوف الميليشيا، كل ذلك تكشفه سمير الحوري آخر الناجيات من سجون الميليشيا الليلة في المساء اليمني. ناهيك عن تفاصيل موجعة ومرعبة تلاقيها اليمنيات في سجون الحوثي. أهلا بكم. سمير الحوري الناشطة في مجال حقوق الإنسان بدأت في توثيق عملية الاتجار بالبشر التي تمارسها ميليشيا الحوثي في جثث القتلى من منتسبيها والانتهاكات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال المجندون في صفوف الميليشيا. سمير التي تعرضت لتعذيب وابتزاز تكشف عن جانب مظلم من حياة المغيبات في سجون الحوثيين وما يتعرضن له من انتهاكات فظيعة. تعمل سميرة كرئيسة مفوضية يمنيات إلى جانب روايتها لتفاصيل تعذيبها في سجون ميليشيا الحوثي، فقد قررت أن تعرض للعالم مأساة عشرات النساء المعتقلات في سجون الميليشيا أمام العالم لحمايتهن من انتهاكات الحوثيين. فهل سيصل صوتها مسمع العالم أم أن المجتمع الدولي لا يسمع إلا ما يراد؟ بدأت أتبع ملفات اللي هي اختطاف الناشطات الحقوقيات، ملف الانتهاكات الجنسية للأطفال في الجبهات، ملف بيع الأعضاء لتجارب أعضاء المجاهدين والمصابين بالجبهات. من هنا تبدأ القصة ولا تنتهي حين اقتربت سميرة من المحظور وكشفت عن أدق التفاصيل المتعلقة بالجرائم المروعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، بعيدا عن نهب الغذاء والمساعدات والتضييق على الحريات العامة، وهي على سوءها قد تبدو للبعض مجرد غطاء على جرائم أشد خطورة وأعظم فتكا بحياة اليمنيين وكرامتهم وتماسكهم الاجتماعي. تتحدث سميرة الحوري وكل جراح الأرض تحتشد في صوتها. سميرة ناشطة حقوقية عملت في ظروف استثنائية، كانت تعتقد أن عملها في مساعدة الناس سيمنحها حصانة من الانتهاكات، لكنها لم تكن تدرك أن مصيرها سيكون بهذا السوء. تعرضت سميرة لانتهاكات ميليشيا الحوثي ومحاولة استغلالها في أعمال ذات طابع أمني تتضمن الاستغلال الجنسي لابتزاز خصوم الميليشيا. طلب من سميرة استدراج مسؤولين كبار في سلطة الميليشيا. طلب مني استدراج وزراء، إذا ممكن أذكر أسماءهم، هم هشام شرف وحسن زيد والعماد وأبو الحكم وناس من حكومتهم. وعند رفضها تم تهديدها فلجأت إلى أهلها، لكن لا شيء أقوى من سطوة الجريمة حين ينفرد بها قاتل كميليشيا الحوثي. الساعة الرابعة فجر نتفاجأ بكتيبة، طبعا كأنها جاية البن لادن، ما أنها جاية الإنسان أو المرأة. كتيبة أربع سيارات مدرعة عليها من الشباب تبع مكافحة الإرهاب، كل سيارة عليها 12 واحد، باص كله زينبيات، سيارة فيها سلطان زابن اللي هو رئيس البحث الجنائي بنفسه، وأبو صلاح وأبو الكرار، هذا واحد ضابط في الأمن القومي. تفاجأت فيهم كلهم، أنا الباب بيترزع بأقوى قوته، فجأة انكسر الباب، دخلونا وإحنا بجامات النوم، قيدوا بنتي، قيدوا قريبتي كانت عندي، بنتي الصغيرة قيدوها وكذا، وأنا بصرخ إيش في، كانوا يقولوا لي اسكتي إيش تسترونا، طب خلونا نلبس. انتشروا في البيت زي معاهم كاميرات طبعا بيصوروا. تقول سميرة إنها كشفت عن جرائم أخرى تتجاوز ما تم الكشف عنه وما يتداول في وسائل الإعلام، وهي الانتهاكات الجنسية للأطفال المجندين في الجبهات وتجارة الأعضاء البشرية من الجرحى وقتل الحرب من الحوثيين. نفذت سميرة بجلدها، لكن اليمن ونساءها لا تزال تحت قبضة الميليشيا القاسية. سميرة صرخة يمنية سمعها الناس، لكن هناك آلاف الصرخات المغيبة والمقهورة لنساء يمنيات يمتن دون أن يسمعهن أحد أو يحس بهن. أبدأ النقاش مع ضيفي من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات الأستاذ توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق تسمعني؟ أهلا وسهلا بك بضيفك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة.
أستاذ توفيق، اليوم بين أيدينا واحدة من قضايا من أهم القضايا المجتمعية وربما أكثرها حساسية ولاقت رواج واهتمام الكثير. أسمعك ويبدو أنه في تأخير في الصوت. هذه القضية اليوم قضية سمير الحوري، ما الذي تضيفه إلى الملف تعذيب اليمنيات؟ وأنتم في منظمة سام للحقوق والحريات كنتم قد أصدرتم تقرير بهذا الخصوص. في حقيقة الأمر نعتقد أن ملف المعتقلات في سجون ميليشيات الحوثي هو من أكثر الملفات تعقيدا ويحفه كثير من المخاطر والتحديات، سواء على المستوى الاجتماعي أو حتى على مستوى العمل الحقوقي. أو على حتى على مستوى العمل الحقوقي، نحن عندما أصدرنا تقرير لمنظمة سام والذي حمل عنوان ماذا بقي لنا، وجدنا تهافت كبير جدا واتصالات من جهات متعددة، سواء اللجان التابعة لمجلس حقوق الإنسان أو التابعة لمجلس الأمن أو حتى لمكتب المبعوث، يحاولون أن يعرفون تفاصيل ما جاء في هذا التقرير، المنهجية التي عملنا بها، المعلومات التي وصلنا إليها. وباعتقادي اليوم بأن هذه الفيديو الذي ظهر للناشطة سيضيف كثير من أهم، أنه سيكسر حاجز الخوف، والأمر الثاني بأنه سيضع المجتمع الدولي أمام حقائق كانت في السابق غامضة وغير مرئية، اليوم سوف يسمعها بصورة مباشرة وبدون أي حواجز وبدون أي تعتيمات. طيب، تقول أستاذ توفيق أنه هذا الملف هو اليوم من أكثر الملفات أمامه تعقيدات وتحديات ومخاطر، ما هي هذه التعقيدات والمخاطر والتحديات؟ هنالك تحديات على المستوى الاجتماعي، اليوم نحن في مجتمع ما زال تحكمه ثقافة العار والعيب، إضافة إلى مكانة البنت في المجتمع وقضايا الشرف إلى غير ذلك، وهذه تحديات كبيرة تجبر كثير من البنات الصمت مخافة العار إلى غير ذلك، إضافة إلى تعقيدات متعلقة حتى على المستوى القانوني، اليوم نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية المتعلقة بقضايا المرأة، خاصة القضايا الجنائية والمتعلقة بقضايا الشرف والأقارب وإلى غير ذلك، وهذه أيضا تحديات ربما فتحت الباب في الفترة الأخيرة واسعا أمام كثير من النشطاء والمجتمع للحديث عن هذا الأمر، خاصة في ظل قتل الأخ لأخيه والبنت لبنته، في ظل ما تسمى هذه الأمر ما تسمى قضايا الشرف والعار إلى غير ذلك. والتحدي الثالث هو التحديات الأمنية، اليوم نحن نتحدث عن مجتمع أو عن عمل في مجتمع غير آمن، ربما نسبة الأمان فيه تصل إلى درجة الصفر. طيب، وبالتالي لن يجازف احد سواء من الناشطين او الناشطات او الاباء بالحديث عن هذا الملف، ولذلك ستلاحظوا في تقريرنا ماذا بقي لنا اننا تحدثنا تقريبا كل القصص وليس بعضها بملفات باسماء مرمزه او غير حقيقيه. طيب استاذ توفيق، استاذنك ان تبقى معنا ونشرك الان معنا بالنقاش سميرة الحوري الناشطة الحقوقية، وهي آخر الناجيات من سجون ميليشيا الحوثي، وسنستمع معا ومع المشاهدين لقصتها ومزيد من التفاصيل من سميرة. أهلا بك سميرة. طيب، سنعاود التواصل مع سميرة وأعود لك أستاذ توفيق بهذا السؤال. بالنسبة لقصة وقضية سميرة، أهمية أنها ظهرت
على وسائل الإعلام وتحدثت وشرحت ما تعرضت له. إلى أي حد هذا هو شيء مهم ويمكن الاستناد عليه وتدعيم الشواهد التي ذكرتها سميرة فيما يخص ملف المختطفات اليمنية والمعتقلات في سجون ميليشيا؟ أنا باعتقادي اليوم هذا الظهور مهم بحيث أنه سيكسر حاجز الخوف لدى كثير من الضحايا خلال الفترة السابقة. هنالك ضحايا كثر، بعضهن خرجنا خارج اليمن، بعضهن لاذينا بالصمت. نحن بعد صدور تقرير منظمة سام استطعنا التواصل مع كثير من فرق التحقيق والمنظمات وعملنا نوع من التواصل، وبالتالي رأينا بالفترة الأخيرة أن قضايا اعتقال النساء في سجون ميليشيات الحوثي والحديث عن الزينبيات كخلفية ورد في تقرير سواء مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان في هذا الخصوص. هذا الأمر إذن سيكسر حاجز الخوف، والأمر الثاني سيحول هذه القضية إلى قضية مجتمعية. اليوم ستصبح حديث، ربما ستكسر نوع من الخوف، وبالتالي ستضع حقائق جديدة أو أولويات أمام لجان التحقيق خاصة المهتمة بشأن المرأة خارج اليمن، خاصة اللجان المكلفة بالتحقيق في الشأن اليمني سواء على مستوى مجلس حقوق الإنسان أو مستوى مجلس الأمن. لكن دعني أقول لك بشكل عام، قضايا الملفات الجنسية باليمن لديها خصوصية وحساسية خاصة، لدرجة نحن في منظمة سام مثلا هنالك انتهاكات ترتكب ضد الأطفال جنسيا في الجبهات كما أشارت، ولدينا ملفات أن الحوثيين أيضا يحاولون ينتهكون أعراض رجال لخصومهم السياسيين لكي يصنعوا نوع من الإذلال لدى هؤلاء. لدينا حقائق، لدينا تقارير، لدينا قصص، لكن للأسف الشديد التحقيق بحاجة إلى جهد جبار، إضافة إلى غياب الوعي. هنالك الأطفال في الجبهات الذين يعترفون بما تعرضون له على يد ميليشيات الحوثي، كثير من قادة الجيش للأسف الشديد يغطون أو يغلقون هذا الملف أيضا بحجة العار، ويتناسون أن الأمر متعلق بحقوق الإنسان، متعلق بالمساءلة الجنائية، بوجوب أن يصل هؤلاء الجناة إلى القضاء، ويجب أن يكون ضمن لائحة المطاردة والمساءلة المستقبلية أو اليوم على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. طيب الآن الاتصال مع سميرة الحوري جاهز. أهلا بك سميرة. أهلا وسهلا أخي. سميرة، هذا الحيز الآن التالي هو مخصص لنستمع منك للقصة ومزيد من التفاصيل عن قصة اعتقالك في سجون ميليشيا الحوثي، تفضلي. حياكم أخي، بشكركم وبشكر قناة الباب. طبعا انا التفاصيل ذكرتها مسبقا في كذا لقاء تلفزيوني وفي صفحتي على الفيسبوك، موجود كل التفاصيل. انا عشان ما اضيع وقتكم ووقت المشاهدين اريد اقول لك يعني موضوع مهم. انا في اليمن اصبح المراه مستهدفه بشكل خاص من قبل الحوثي. الحوثي هذا النظام السرطاني او الميليشيات الاجراميه تتعمد اهانه اليمني في عرضه وكرامته وفي امكانيته. هم يعرفوا ان من الاشياء المقدسه اليماني بعد الدين والاعراف والتقاليد، هذه الاشياء تمس في كرامه الانسان اليمني بشكل خاص والعربي بشكل عام. هم يريدوا يستفزوا اليمني، يريد يستفزوه بعرضه بشرفه بكرامته، لذلك هم يتعمدوا الإساءة للنساء بشكل خاص. هم ما استهدفوا الناشطات السياسية. على فكرة أنا لست ناشطة سياسية بالمرة، أنا ناشطة حقوقية. كان كل عملي بمجال الانتهاكات الإنسانية بحق الطفل والمرأة والمدنيين بشكل عام. كنت حتى أحضر على قنواتهم وأتكلم عن عمالة الأطفال وتجنيد الأطفال وأندد وأرفض هذه الأمور، وأحاول من على أي منبر
اني اتكلم في هذه المواضيع. طيب هذه نقطة مهمة أستاذة سميرة، بما أنك كنت تظهري على وسائل إعلامهم كما تقولي، ما الذي حدث وما هو السبب والدافع لاعتقالك؟ أنا قلت لك أنا كان عملي كل حقوقي، فأي منبر يتكلم عن حقوق المرأة والطفل والتجنيد الإجباري للأطفال وكذا كنت أتكلم فيه، نظرا كمان أنا كنت عايشة في اليمن ما فيش أي منابر إعلامية غير قنواتهم الخاصة، وهي كذا مرتين يمكن إلى ظهرنا وتكلمنا عن عمالة الأطفال وتجنيد الأطفال. بس إنه اللي حصل إن أنا بمحض الصدفة وقعت في يدي قضية اكتشاف فيها سجون سرية للسياسيين، ووصلتني بلاغات من كذا أسرة عن تجارة الأعضاء بالنسبة للجرحى والمقاتلين في صفوف الميليشيات. بلاغات حققت مع أهاليهم، سجلت فيديوهات وانتهاكات جنسية للأطفال في الجبهات، سجلت فيديوهات، عملت مقابلة مع هذا الناس، بدأت أهتم بموضوع اختفاء الناشطات الحقوقيات وإيش السبب في أنه مش بس الناشطات الحقوقيات، أي مرأة لها قيمة اجتماعية أو مكانة أو شعبية أو موهبة معينة تلاقيها تختفي فترة ثم تعود بعد ما تكون منبوذة من الأهل والمجتمع والناس، تعود مكسورة بلا يعني أي خلاص يفقدوها حماسها وكرامتها طيب وإنسانية. حتى نفكك هذه الملفات معا أستاذة سميرة، أنت الآن بحثتي في ثلاثة ملفات مهمة، الاتجار بالأعضاء البشرية لمقاتليهم، اغتصاب الأطفال في الجبهات، والملف الثالث اختفاء الناشطات الحقوقيات والانتهاكات التي يتعرض لها. لو نبدأ بالملف الأول الاتجار بالأعضاء البشرية، ما الذي توصلت إليه وتم توثيقه من قبلك في هذا الملف؟ أنا توصلت إلى عدة وثائق يا أخي، وأنا موثقة عدة جرائم وانتهاكات بهذا الخصوص، موثقة عدة سجون غير رسمية للحوثي يقوم فيها باعتقال واختطاف الشخصيات المدنية الغير سياسية، أو مثلا يتعمدوا أنهم يختطفوا نساء اللي هم قادة في الجيش أو حتى مسؤولين، يعتمدوا أنهم يختطفوا نساءهم وبعدين يبتزوهم، أو أنهم يختطفوا المدنيين أو السياسيين أو الإعلاميين أو أي أو الحقوقيين، ويبدأ مسألة الابتزاز إما تشتغلوا معنا أو الكل طبعا بيعرضوا العمل معهم مع الكل، والكل طبعا بيرفض، ومنهم اللي بيقبل بعد ما يستنفذوا ما عنده من طاقة يعني بواسطة التعذيب وتسجيل الفيديوهات والضغوط. الحوثي يستخدم أسلوب قذف، هو يعني إنه بيضغط على الناس بالقبيلة، إحنا عندنا في اليمن القبيلة والعرف والثقة، فلما الواحد يشعر انه ضغطوا على كرامته وجوله من مسألة الكرامة والشرف فتلاقيهم يرضخوا ويخضعوا للحوثي. طيب في ملف الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الذين يقاتلون في جبهاتي، طبعا انا سجلت عدة فيديوهات الأطفال تم الاعتداء عليهم جنسيا، طبعا احنا كنا نصرخ وننبذ ونعمل وقفات ضد التجنيد المبكر للأطفال وأخذهم من المدارس والمخيمات الصيفية الإجرامية، هذه المخيمات الصيفية ما هي إلا مراكز لصنع المفخخات الإنسانية المفخخات البشرية، اللي يبدأوا أول شيء يعتدوا على الأطفال جنسيا، وفيما بعد هذا الطفل خلاص يصبح مفخخة بشرية حامل كل الحقد وكل الكراهية للمجتمع، ويبدأوا هم من هنا يلعبوا في هذا الوتر. طيب في نقطة الأطفال في الجبهات الذين يتعرضون للاغتصاب، ما هي المبررات؟ لماذا يتم اغتصابهم إذا هم ذاهبين معهم متواجدين في الجبهات ويقاتلون إلى جانبهم يعني؟ ما الأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب، ما هي المبررات؟ لماذا يتم اغتصابهم؟ ما الذي توصلت إليه أنت في التحقيقات التي؟ لأنه أولاً لما يأخذوا أطفال للجبهات عمرهم 13 سنة 11 سنة 10 سنوات عند رجال مجمعين، يعني رجال ليهم. طيب بالنسبة للنساء المختطفات في سجون الميليشيا، أولاً يحسب لك نقطة، ولدي سؤال في هذه النقطة، ما الذي دفعك للحديث والظهور وكشف ما تعرضت له أمام وسائل الإعلام؟
طيب سنعود للأستاذة سميرة، أعود للأستاذ توفيق الحميدي. كما استمعت إلى حديث سميرة أشارت إلى ملفات خطيرة منها الاتجار بالأعضاء البشرية وانتهاكات جنسية ضد الأطفال المجندين في صفوف الميليشيا، وأيضا اختطاف الناشطات الحقوقيات ونساء قيادات في الجيش وناشطين معارضين للميليشيا بهدف الضغط عليهم. ما خطورة ما تحدثت به سميرة؟ طبعا من يراجع تقرير منظمة سام خاصة ما يتعلق بالنساء على وجه الخصوص، احنا ركزنا تقريبا على ثلاث محافظات وهي أمانة العاصمة ومحافظة عمران ومحافظة الحديدة. من خلال مقدمة قصيرة نحن استطعنا أن نصل إلى نتيجتين هامتين في خطورة هذا الأمر. الأمر الأول أن جماعة الحوثي من خلال هذه الممارسات أولا تسعى إلى صناعة إذلال اجتماعي موجود لدى كافة أبناء المجتمع بما فيهم السياسيين والمعارضين بالدرجة الأساسية، وبالتالي الاعتقالات التي تمس السياسيين دون أي اعتبار لخطوط حمراء متعلقة خاصة بالأخت بالزوجة، التحقيقات آخر الليلة، الإخفاء لفترة من الزمن، تدمير المرأة تماما على المستوى النفسي لدرجة أن هنالك وثائق يعني شهادات أوردناها في التقرير على أن بعض النساء عندما تخرج من السجن تجد أنها قد طلقت مجرد أنها اعتقلت، البعض خرجت من السجن ووجدت أخوها قد توفي لأن أخوها كان قد اعتقل ويدري ماذا حدث في السجون، من شدة الخوف والهلع على أخته توفى مباشرة، واعتقد أنها ظهرت في قناة بلقيس وتحدثت عن 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 عن, عن, عن هذه الحالة. نحن عندما يعني تواصل راصدنا مع إحدى الناشطات كان جوابها بكل وضوح: ماذا تريدون مننا؟ أجبرونا على كل شيء، اعترفنا بكل شيء، أهالينا تركونا، ماذا بقي لنا؟ ولذلك سمي التقرير، أخذنا هذه العبارة لتكون عنوان للتقرير. إذن هم يصنعون أو هم يسعون إلى صناعة إذلال اجتماعي عام لكل أفراد الشعب خاصة النساء. والأمر الثاني هم يعيدون تنميط هذا المجتمع، بمعنى اليوم العادات والتقاليد التي ورثها المجتمع اليمني والتي بين قوسين تحافظ على الأسرة وقيمها وعاداتها، كانت المرأة إذا مرت في أحد النقاط العسكرية ربما لا يتم تفتيش هذه السيارة. إذن هنالك عملية إعادة تنميط جديدة، وبالتالي لا اعتبار للمرأة، لا اعتبار لقيمها على المستوى المعارض، إضافة إلى أن المرأة بالجهة الأخرى تحولت إلى محاربة، وهذا أمر لم نشهده في اليمن، تحولت إلى متلصصة، إلى جاسوسية، إلى وظيفة الإيقاع بالنساء الأخريات إلى غير ذلك. وبالتالي نحن أمام تحدي اجتماعي خطير جدا، نحتاج إلى فترة كبيرة من الزمن، هنالك استراتيجية واضحة خاصة لزوجات المقاتلين الذين قتلوا في الجبهات، هنالك عملية ترتيب، عملية تنظيم إلى غير ذلك، وبالتالي هذا أمر في غاية الخطورة. اليوم هذه القضايا الثلاثة على أطفال متعلقة بالمستقبل ومتعلقة بالعقول التي يمكن أن تبني اليمن، تفكر حالة الوعي إلى غير ذلك، أضاف إلى وقود مستمر لهذه المعركة، وبالتالي نحن أمام عملية تدمير اجتماعي وعملية تدمير نفسي حتى على المستوى الحاضر وعلى مستوى المستقبل، وبالتالي ستكون لها آثار انعكاس خطيرة جدا على المستوى في القريب والبعيد. وبالتالي أنا أدعو إلى أن نرتقي إلى مستوى الحدث. العملية اليوم ليس متعلقة بالعرض، ليس متعلقة بالعيد، اليوم العملية متعلقة بجريمة، متعلقة بانتهاك حق إنسان، يجب أن ندرك ذلك. التحية كل التحية لمن كسرنا هذا الخوف وناضلنا بالحديث وبكشف هذه الانتهاكات، سواء كانوا من الرجال أو كنا من النساء على وجه الخصوص. وبالتالي يجب الذي مارس هذا الانتهاك يجب أن 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 يسعى إلى محاكمته، يجب أن يسعى إلى أخذ جزائه، لأن العملية اليوم إذا أدخلناها في إطار العيب وفي إطار العادات الاجتماعية معنى ذلك أننا نكافئ المجرم الذي مارس هذه الانتهاكات ونقول له بلسان الحال ارتكب أو مارس المزيد من الانتهاكات نحن لن نتحدث. طيب نعود للأستاذة سميرة، أيضا من الملفات التي كشفتيها ملف الإيقاع بالمسؤولين سواء في صفوف الميليشيا أو والعاملين معهم أو المسؤولين في الحكومة الشرعية، تفاصيل إضافية يمكن أن تضعيها أمام المشاهدين من خلال المساء اليمني الليلة حول هذا الملف؟ هم كان من أول طبعا هي امتلك من سياستهم كمان الفارسية اللي يعني هي دخيلة على مجتمعنا،
إنهم سياسة الإيقاع بالمسؤولين وبالناشطين وبالهامات السياسية اللي هي لها قيمة أخلاقية وكذا، الإيقاع بهم بطريقة الابتزاز الجنسي. يعني هم بيحاولوا إنه يجندوا طبعاً النساء في اليمن، أصبحوا بالفلك في ثلاث محاور بالنسبة للحوثي، إما بالتجنيد أو السمسرة أو البغاء. هذه هي نظرتهم للنساء، إما يحولوهن بغايا ويشتغلوا لصالحهم، أو السمسرة اللي بيشغلوهم على كيفهم بطريقتهم الخاصة، أو التجنيد اللي بيحولوهم أيضا إلى مجندات بلا وزير بلا إحساس، يستخدموهم بالسيطرة على النساء ولا بشكل عام، وتقييد حريتهم وإهانتهم وذلهم على أساس إنهم يعني بيراعوا الدين والأخلاق، إن المرأة تتدخل بالمرأة هي، إن في سلطة نسائية، وهذه طبعا السلطة النسائية. طيب أنت شخصيا شخصيا أنت سميرة، ما الذي حدث معك في هذا الملف؟ ما الذي طلب منك؟ أنا طلب مني مبدئيا في مبدا الجوازات، لما طلبني محمد الغشم وعبد الله الصراري، هذا المسؤولين في الجوازات، هم اللي استدرجوني الجوازات ومعي محادثات كامله بالتاريخ وباليوم. عبد الله الصراري هو شغل بي الان في الجوازات، ومحمد الغشم طلبوني للجوازات والجوازات، ولما انحضرت كان في اثنين حوثي اربعه حوثيين نزلوني لتحت وبداوا بالتحقيق معي لساعة من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء، وبعدها طلبوا مني التعاون معهم باستدراج مسؤولين وزراء من حكومتهم نفسها، منهم هشام شرف. طلبوا مني إني أتداخل معه وأحاول أستدرجه وأوثق عليه فيديوهات، وطلبوا مني حتى زيد لانه قال انه كان بيلعب على الخنزير وهم يقرروا طلباتهم هذه ويحكون قديش ان هذول الناس خونه وكذا، وانه انت تتعاوني وان هذا وطن وتخدم الوطن وعلم العماد وكل وعرفوا الحاكم، لذلك كيف اللي هم على يعني اظن انهم بالمرحله القادمه حابين يتخلصوا منهم. وغيرهم حقوق مين يعني طلبوا مني كمان اوثق التسجيلات، طبعا شافوا معي محادثات مع اشخاص عفاشين وكذا، طلبوا مني اني استدرجهم ناشطات وناشطين، طلبوا مني ان انا استدرجهم للرجوع لليمن عشان يغروهم بقرار العفو العام، واني اقول لهم انه تمام وانه العفو ورجعوا كذا، علشان اول ما يرجعوا يخليهم بس يسجلوا فيديو انه والله الحمد لله رجعنا الوطن وما في شيء وكل شيء تمام، وثاني يوم على طيب سميرة، بالنسبة لليمنيات المعتقلات في تمام، بالنسبة لليمنيات المعتقلات في السجون، كيف يتم التعامل معهن؟ هل لديك معلومات عن عددهن، عن الأوضاع التي كم عدد المعتقلات؟ طبعا المعتقلات أنا في درجة أرعى تعز أمام مختبرات الأمم الزهراوي، أنا كنت في القلب اللي كان فيه 120 فتى أخلوهم، أنا اللي شفتهم، أنا يعني أنا اللي شفتهم اللي كانوا بالزنزانات اللي تحت عندي، هم 11 بنت، أنا كنت في زنزانة انفرادية ما طلعت أبدا، ولا كنت شفت من يوم دخولي إلا الإفراج عني. فأنا اختلطت بالبنات فقط، كنا نسمع أصوات التعذيب ونسمع العذاب ونسمع بكاهم، وطبعا إحنا في البدر في شباك صغير عن الحوش يعني فوق، بس نشوف نسمع صوت التعذيبات والتحقيقات اللي مع البنات، والتحقيقات طبعا كانت بين الرئاسة في 9000 في 25 شو، وكل البنات كلهم طلعت يرفع الحمام من ماي تمام مش كذا سوي كذا، يعني كرتاء كل التحقيقات انهم ليس سيئه هناء سنفع. لم اطلع اتكلم عنها واوصلها لاهلها بشكل في الدراسه وزاره التربيه نظام هذيك متحامل واختطفوها وهي حامل ومعها بنت اسمها ترجع وساكنه نقب عند مسجد احمد، هي اختها منى، فظل كانوا يضربوها لما طقطوا نظام طقطت بسبب اشهرت بسبب ضربهم، وكانت ساره وميرا اطفال يحضروا التحقيق،
طيب سؤال اخير. هذا غير بالاضافه الى انه انا هم اللي هم حوامل. حوامل بسبب تعرضهن للاغتصاب؟ نعم. هذا لانه الصراحه المتوكل اللي عامل نفسه وزير للصحه وعامل نفسه بايش؟ واحد اسمه قاضي، ثاني اسمه الشرفي، والقابل كان كل واحد معه عشيرة يعني او البيت تبعه كان يخلص بين البيات، يخرجوا البنات اللي يخصوهم اللي هم صغار وكذا اللي اعتقلوه في الجامعة، هذول ياخذوهم لاماكن مختلفه لمده 13 يوم 14 يوم. مثلا امل السوقي وغدير الشرفي اللي هذه بنت اخوه ابوها ضابط استرزوا ابوها فيها، سجنوها هي واختها عشان يبتزوا ابوها، هو كانه شرطه او شيء. هذه الابناء يقولونها روحت بالياسره الى ان مارت البنت معاها بالغصب، وكانت حامل ولمياء بنت صغيره عندها 17 سنه ورحمانه، كان حتى يعني بنات كثير اللي تعرضوا للاغتصاب هناك. شكرا جزيلا لك سميرة الحوري، ناشطة حقوقية تعرضت لتعذيب ميليشيا الحوثي، وأنت ربما آخر ناجية من سجونهم. شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق. لو لك من تعليق على الكلام الأخير الذي تحدثت به سميرة، سواء حول شبكات الإيقاع بالمسؤولين في صفوف الحوثيين أو الصفوف الشرعية، وأيضا طبيعة التعامل مع المعتقلات. هو بالنسبة ما تحدثت عنه هو منهج أو ما يعني آلية ومنهجية اتبعتها جماعة الحوثي، نحن كنا أشرنا إليه بعضها في تقرير منظمة سام، كان هنالك حملة إعلامية لو تابعتم أنتم أيضا، ونحن نشرنا جزء منها أيضا في التقرير، الحديث عن شبكة الدعارة وتجنيد الفتيات لصالح الحكومة الشرعية، وهذه الحملة يعني تولاها كبار القادة في الأمنيين لدى جماعة الحوثي، وأعتقد في أو قنوات ومذيعين، وتم تهديد كثير في هذا الجانب بخصوص هذه الشبكات. وبالفعل كانت هذه هي التهم الجاهزة، تهمة الدعارة والانتساب يعني وتفسيخ المجتمع والأخلاق الاجتماعية. وكان هنالك تواصل لدينا مع بعض المحامين، تم تنصيب محامين لكل مجموعة من الفتيات، وصدرت الأحكام مباشرة، والبعض تم جلدهن ربما بعد أن تم كنا معتقلات لفترة من الزمن. كما قلت لك اليوم نحن أمام مشهد عبثي، مشهد مأساوي حقيقي تمارسه جماعة الحوثي بحق النسيج الاجتماعي اليمني، بالصورة النمطية للمرأة اليمنية على وجه الخصوص لحشرها في زاوية معينة، إضافة إلى أنها تحاول أن تجمل نفسها بأنها الوصية على أخلاق المجتمع وقيمه من خلال توزيع التهم هنا وهناك ضد هؤلاء الفتيات أو ضد هؤلاء النساء. يعني أنت تتصور أنه في نقطة الكديه تقريبا ما بين الحديدة وصنعاء كان يتم اعتقال النساء كبيرات السن ويبقين في السجن لثلاث أسابيع أربعة أسابيع لمجرد أنها زارت زوجها أو ذهبت لقطع جواز في محافظة مأرب، ويعني تسمع من الألفاظ ما لا ما يستحي الإنسان أن يتحدث به. إضافة في معسكرات في سجون الحديدة في سجون عمران هنالك امرأة قفزت الدور الثاني حتى كسرت رجلها، كان أبوها أحد القياديين الكبار في الجيش إلى غير ذلك. نحن لا أمام هذا المشهد. أنا أقول اليوم أتمنى أنه هذه تشكل صحوة، ويجب أننا ننتقل من إطار الشكا ومن إطار التشريح إلى إطار الفعل، بمعنى يجب أن تكون هنالك مبادرة وطنية ومبادرة إنسانية تتولاها مجموعة من الناشطين، مجموعة من المنظمات، مجموعة من المؤسسات، تهدف هذه إلى كسر حاجز الخوف لدى النساء التي تعرضنا، لدى أهاليهن، العمل على توثيق كل هذه الانتهاكات، إعداد لائحة أو قائمة سوداء بمرتكبي هذه الانتهاكات، تحريك ملفات وملاحقات قضائية سواء في الداخل أو الخارج. يجب أن نتحرك بصورة أكثر فاعلية، بمعنى اليوم الوقوف عند حد الشكاوي والفلاشات الإعلامية بالنهاية هذا لن يقدم ولن يؤخر ما لم نخطو خطوات عملية وجدية وفعلية في هذا الخصوص. طيب هذا الملف كيف يمكن تقديمه لمنظمات المجتمع المدني والهيئة الدولية المعنية اليوم بحقوق الإنسان؟
اليوم لدينا لجان سواء متعلقة بمجلس حقوق الإنسان أو اللجان المتعلقة بمجلس الأمن، هي تحقق في كل هذه الانتهاكات، سواء الانتهاكات المتعلقة بالمرأة أو الطفلة أو الصحافة أو أحكام الإعدام أو الاعتقالات، كل هنالك فريق متخصص في يعني بملف أو قضية من هذه القضايا، وبالتالي أصبحت تتواصل مع المنظمات، واعتقادي بأنهم سيتابعون مثل هذه الحالة وسيصلون إليها، سيضعون أسئلتهم، لأن لديهم بالنهاية منهجية معينة في التحقيق، إما سيلتقون بها إذا كانت في منطقة آمنة أو سيتواصلون بها بطريقة آمنة. هؤلاء هم اليوم الذين لهم صلاحية أو لديهم الولاية بإعداد قوائم سوداء لترفع للمفوضية بموجب قرارات مجلس حقوق الإنسان والصلاحيات والولاية المخصصة المخولة لها، واعتقد هذه هو اليوم أسلك الطرق وأيسرها، لأنه بالنهاية المنظمات أو الصحف أو النشطاء سيضغطون، لكن هذه اليوم اللجان التي تحدثت عنها هي بوابة المساعدة القضائية، بمعنى هذه سوف يتحول الشكاوي والجلسات القضائية إلى ملفات، سيطرح الملف أمام المفوضية السامية، سيرفق هذا الملف بقائمة سوداء بمنتهكي جرائم حقوق الإنسان، سيذهب الملف إلى مجلس حقوق الإنسان، ثم بعد ذلك هذه المساعدة ستأتي اليوم أو غدا أو بعد غد، سواء عبر مجلس حقوق الإنسان أو عبر مجلس الأمن أو المحكمة الجناية الدولية، أو حتى بإمكان تحريك هذا الملف أمام الدولة الوطنية القضاء الوطني بالصبغة الدولية، ما دام هنالك أرضية قانونية ثابتة ومحايدة مثل اللجان الصادرة من مجلس حقوق الإنسان التي تحقق في الشان اليمني. أشكرك جزيلا أستاذ توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. وأرحب بضيفي الدكتور فارس البيل، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور فارس. أهلا وسهلا بكم دكتور فارس. إذن تتشابه الضحايا والجلاد يتفنن في اختلاق المبررات وكيل التهم، عمليا لا يوجد ردود فعل على مستوى ما يحدث من اضطهاد وتجني على المرأة اليمنية، لماذا؟ وفي الحقيقة يمكن أن نقول أن المجتمع اليمني رغم حالة العادات القوية وبطولة المجتمع وبطولة القبيلة أيضا، للأسف كل هذه الأعمدة الشجاعة في المجتمع التي كانت تنظر إلى المرأة، صحيح أن هنالك ظلم للمرأة في كثير من الأحيان وهنالك إخفاء لدور المرأة، لكن بالمقابل كان هنالك حماية للمرأة، وتعتبر المرأة رمزية لا يمكن المساس بها أو الولوج بها في أي إطار، في أي صراع أو في أي خلاف، حتى لو كان مجتمعي فضلا عن أن يكون سياسي. لكن جاءت هذه الجائحة ميليشيا الحوثي وكشفت حجم الضعف الذي انتاب المجتمع اليمني، وهي اختبار حقيقي للعادات وللقبيلة ولتماسك المجتمع وللقيم التي كان يتغنى بها المجتمع اليمني، للأسف من حماية للمرأة، من صون لكرامتها وقوتها وحضورها، وفي أن لها مكانة مقدسة على الأقل في هذا الإطار الثقافي العام. جاءت هذه الميليشيا وتصوري أنها في لحظة من الضعف القيمي وضعف الدولة وضعف المجتمع، ضعف القبيلة وضعف الفكرة أيضا الثقافية لدى المجتمع اليمني. وللأسف لاحظ أن هذا الانتهاك للمرأة لم يحصل في تاريخ اليمن مطلقا، وربما طيب والسؤال هنا أستاذ دكتور فارس اليمن. كيف استطاعوا إيجاد المبررات لفعلهم هذا تجاه المرأة؟ هم لم يقدموا أي مبررات سوى أنهم اتخذوا آلة الرعب، وهذه السمة ربما كانت هي سبيل كثير من العصابات عبر التاريخ في أن تفرض سيطرتها بالأفعال الوحشية التي تنفي أي مقاومة. وبالتالي ميليشيا الحوثي لاحظ أنها دخلت بقوة حتى وصلت إلى التحكم وإسقاط الدولة،
كان هنالك التفجير، كان هنالك الاختطاف والتعذيب والسحل وما إلى ذلك، بمعنى أن الأفعال التي كانت تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد معارضيها كانت أكبر من أي ردود فعل لا تتناسب حتى حالة المعارضة لهم، لأنهم يهدفون إلى تهديم كل أعمدة المقاومة أو الاعتراض أو المواجهة بالنسبة لميليشيا الحوثي، لذلك كانوا يستخدموا حالة توسيع دائرة الرعب بشكل كبير، وهذا ما حدث تماما عندما وصلوا إلى هذه القدسية، قدسية المرأة اليمنية، ومارسوا بحقها كل هذه طيب الانتهاكات. ما الذي يريده؟ ولا أحد يتحدث. طيب بذهابه نحو كسر قدسية المرأة، ما الذي يريده الحوثي من ذلك؟ الحوثي وصل إلى مرحلة من العبث ولم يعد أمامه ما يردع، لذلك هو طبعا ليست المسألة أنه خوف كبير من دور المرأة بقدر ما هو إذلال للمجتمع اليمني وإرعاب أيضا لأي قدرة يمكن أن تواجه ميليشيا الحوثي. هو يريد أيضا أن يجعل من صورة المرأة ذليلة بحيث يوجه هذا الإذلال حتى للقبيلة، حتى للمجتمع، حتى للعادات، يريد أن يكسر كل القيم التي كانت موجودة في المجتمع اليمني، هو يريد كسر الصورة الرمزية لحالة الحياة التي كان يعيشها المجتمع اليمني على مدى مئات السنين، من حفل مكانة المرأة ومن اعتزاز بوجودها في مكان كريم ومصون. صحيح أيضا أنه حتى يخاف من الأطفال، يخاف من النساء، يخاف من أي مواجهة، يخاف من أي اعتراض، ولذلك هو يبطش في كل اتجاه. هذه هي حالة الرعب التي تحتويه أيضا تحتوي جماعة ميليشيا الحوثي، في أنها تريد أن تقضي على أي وجه مقاوم أيا كان، على أي كلمة تواجه ميليشيا الحوثي، ولذلك وجدنا كيف أنه يصاب بحالة الذعر من تحركات نساء ومن كلمة امرأة ومن قول امرأة ومن صورة امرأة ومن خطاب امرأة، ويمارس بحقها كل هذه الجريمة وكل هذا الانتهاك، وبهذه الصورة يمثل الوصول إلى مرحلة من السادية في تصوري لم تصل إليها كثير من جماعات الحروب أو عصابات الدمار في كل التاريخ للأسف. أشكرك جزيلا دكتور فارس البيل المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وإذا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من المساء اليمني، في الختام تحية طاقم البرنامج، ونلقاكم في الغد في حلقة جديدة، في أمان الله.